اليوم بنيتشر معي مارك بيروت اكيد ومجمعين اسئله انتم بعتيلنا اياهم مع صور وكمان فاتحين الخطوط اذا عندكم اي سؤال فيكم تحكونا مباشره على 04 444 444. بونجور مارك. هاي تينا. صباح الخير. صباح. مش الحال تكنيكمون؟ يس يس عم بسمعك هلا. جريت. رح نبلش لكينا من الأسئلة اللي أنت مجمعهم مارك. يلا تينا هلا رح عنا كثير أسئلة أجتنا على فيسبوك أو حتى أجتنا على انستغرام، هيدي أول صورة منهم. نعم. عن نبتة ألوي عم نشوفها قدامنا، والسؤال هو إذا هيدي النبتة بتعيش برا ولا جوا وكيف طريقة السقاية تبعها. أوكي. سو أول شيء لأقول إنه هي مبينة كثير منيحة كنبتة. اهم شيء نسقيها قد ما فينا اذا كانت صغيره من تحت، يعني نحن ما نسقيها من فوق، يعني بدها دائما تغطيس، اذا اجى المي على ورقاتها هي اللي بتعمل لها كثير مشاكل الالوي. ثاني شغله نحن بدنا نعرفها كمان انه الالوي هي نبته بتعيش عاده بالصحراء، يعني نبته صحراويه يعني مثل الساكلنس والكاكتوس. سو ما بيسوى نكتر لها مي، يعني انا بدنا نسقيها باماري، يعني نغطس البول الوا بتشط فيه مي مش من فوق 100%. فعمليا هيدي النبته يعني كل ما نحن بنسقيها كثير زادت مي، كل ما كمان بنعرضها لامراض فطريه وبتقدر تموت وهيك. سو هيدي شغله كمان مهمه نعرفها، بدنا نخفف لها مي، يعني انا اذا عندي الوي مثلا هلا بالشتاء بسقيها بركي مره بالجمعتين بالثلاث جماع، يعني مش مره واحده بسقيها. اوكي فهيدي الشغلتين. هلا وين بتعيش جوا او برا؟ كمان فيها تعيش بالمطرحين. هلا اكيد هي بتفضل تعيش برا، بس اذا نحن حطيناها جوا اهم شيء نقدر نفتح قد ما فينا شبابيك ليفوت الهواء. والالوي هي من النباتات اللي كثير نادر انه بنقدر نحطها حتى بالاوضه. سو هيدا بالنسبه لاول سؤال، انه نحطها وين؟ بالاوضه، اوضه النوم. ما بتحب انه نحطها بتقدر بالنوم. بتقدر تعيش بتقبل. حتى مش انه هي بتقبل، يعني هي بتقدر حتى بالليل ما تكون عم تسحب الاكسجين، سو منا خطره نحطها بالنوم. صحيا انه نخليها نحن ونايمين. 100% عبرت انا بركي غلط. أوكي. على فكره. والنور هلا هي مثل كل الساكلنس والكاكتوس بحبوا كثير الفلسان، يعني هن بحبوا يعيشوا بالشمس ويكون عندهم كثير ضوء. سو اكيد لازم نكون مقربين على الشباك قد ما فينا، نفتح يكون عندنا ضوء قد ما فينا، كمان الهواء يقطع بالاوضه تتقدر تعيش. هواء وضوء. يس. وصالحه انه نحطها بغرفه النوم 100%. وننتبه على السقايه، اهم شيء نخفف السقايه قد ما فينا. نخفف السقايه وتكبير البول، لانه بتعرف لو نشتري الالوى مارك بتكون ببول صغير. مزبوط. في لزوم نكبره ولا بيمشي حاله؟ اذا كبرت شوي زيادة عن زوم مثل بالصوره فينا، بس ما بيسوى كمان نكبر كثير البو اذا الشتله بعدها صغيره. سو بده يكون في اكيليبر، يعني مش دغري بنكبرها ثلاث قياسات. وفي وقت معين او لا؟ طالما هي نبته قويه فينا ننقلها دائما اجمالا كل السنه، طالما نحن عم ننقلها ما فرطنا لها شلوشه بكون بيمشي الحال. بس ما زال عم تقولي لي اهم شيء نرجع نتذكر انه هي من نوع السكننتس، يعني مثل الصبير والكاكتوس وهول. سو ما فينا نحطها بحيالها تراب، تو افويد التراب الاحمر اللي عندنا اياه كثير بلبنان، بده يكون في خلطه فيها شويه رمل. لا خلطه فيها رمل هيك تشبه، يعني في خلطات بنقول لهم خلطات للكاكتوس والساكننتس. سو هول بده يكونوا يعرفوا. انا عندي سؤال عن الالوفيرا، لانه في كثير اشخاص بيشتروا الالوفيرا شكلها كثير حلو. صح. بس كمان بنقصها. يس اكيد. وبنستعمل البلب تبعها. مزبوط. في شيء طريقه معينه الواحد يقصها او كيف ما كان بنقص الورق؟ هلا تقول انه ثلاث ارباعنا بنفكر عم نستعمل الوفيرا، بس بكون عندنا الوي اربوريسانس او هيك، في كثير انواع، مش ضروري تكون الفيرا عندنا بالبيت. ما تعطي الهم لانه الاربوريسانس بتفيد اكثر من الفيرا، الفيرا بس اسمها هي نحفظها. اوكي. هذيك في دراسات انه بتفيد 10 و20 مره اكثر منها يعني. والله. يس. هلا اهم شيء نحن لما نقصها دائما ما لازم يكون في بالجول عم ناخده او بالساف يكون في شيء من الشوك، يعني اهم شيء نقص بطريقه نشيل من جوا وما يكون في قصص قريبه على الشوك يلي من برا، لانه هول فيهم توكسنز. سو اهم شيء ناخذ اللب الجواني وساعتها فينا نستعمله. في ناس بيستعملوها دغري على الجلدة، في ناس بحطوها مثلا مع فازلين، او حتى في ناس داي درينكت، يعني في عده طرقات لها. وفي اشخاص بيجيبوا كثير من الجو يلي جوا او السوك وبيغلوه بيغلوه بيغلوه، بيتبخر المي وبصير فيه مثل حجر اسود. وبعدين بيرجعوا بياخذوه كمان دواء. سو في كثير اشياء عندنا. اوكي. بس الجزء اللي قصيناه بيختم لحاله بيرجع. يس. بيمد عادي. ما في ولا مشكل. مش انه بده عنايه او شيء. 100%. عندنا اتصال. الو. الو بونجور. اهلا وسهلا. تفضلي عم نسمعك. بليز بقدر اسال سؤال؟ شو سؤالك؟ تفضلي. الليف
كيف بدنا نزرعه؟ عم نزرع البذرة، بذرة الليف. اوكي. اوكي ماشي، مش مشكلة. عم بتسأل كيف يزرعوا الليف. سو في كثير أشخاص ما بيعرفوا يزرعوا من البذرة، لأنه أو بيزرعوها بالوقت الغلط أو حتى التربة تمامهم بتكون غلط. عادة إذا نحن بدنا نزرع من البذر، الليف هي من عائلة الكوسة أو الخيار وهي العائلة. سو دائما أزبط نجيب تيرو خصوصي للبذر، هيدا بيساعد البذرة تفرخ. وإجمالا لازم ننقعها مثلا 24 ساعة بالماء أو نحطها 24 ساعة بالبراد قبل ما نزرعها. على كل ميلات اللي عندهم صعوبة يزرعوا شتل من بذر، يعني ايدهم منا خضرة كتير لهيدا الشغلة، ولا أهين من هيك، كل محلات الزراعة بتبيع الليفة شتلة كتير صغيرة بعدها هالقد. سو اتس باتر نشتريها شتلة صغيرة ونزرعها، بلا ما انه إذا نحن ما عم نعرف نشتلهم من البذر. هي الفكرة، خاصة إنه في ناس هن بيعملوا البذر، بيعملوا البذر تبعهم أو البذور، وهول بيكونوا عملوها من الليفة بعد ما إنها مستوية منيحة، سو البذرة ما بتكون هي ما رح تقلع يعني 100%. سو أثبت دائما، أنا دائما بنصح اللي ما بيعرفوا يزرعوا شتل من البذر، من الشتلة اشتروها سيدلينج، شتلة كثير صغيرة بتقلع أسرع وبتكون منيحة وكله بيكون تمام. حلو يعني. رح نكفي مع أسئلتك. يلا رح نطلب كمان من ألسي تحط لنا صورة ثانية ونجاوب على الموضوع، لنقول أنه نحن أول شيء جاوبنا على الألوية، وفي عنا بعد كتير أسئلة تانية. نحن ننطر الصورة، وإذا بحطوا لنا إياها تنعرفون، هيدي صورة البن، هيدي شتلة بن عم نشوفها تينا، حدا زرع. إيه بلبنان في كتير ناس بيزرعوا بن، أوكي؟ هلا أكيد ما بنزرع البن لشي كوميرشال، يعني البن هيك تنبسط فيها، لأنه ما بيقلع عنا ما بيقلع وبعيش. يعني مثلا أنا بيي بمشتل عنده شتلة بن من كتير زمان، بس من دون ما تعرف. بيك خبير؟ لا لا، هو تركها هيك لوحدها، بس أنه تقول أنه التأس ما بيناسبها كتير. سو من دون ما تعطي كتير ما بيناسب. إيه ما تعطي كتير بن، بتعطي 5-6 حبات وهيك يعني. هلا هي حلوة كتير كشتلة. سو نحن عنا بلبنان منحبها بس كأورنمنتل، هي من عائلة الجاردينيا، لأنه أصلاً ومنزيت عائلة الجاردينيا. بتزهر؟ بتعطي زهرة بيضة كتير حلوة، وبتعطي بعدين الفواكه تبعهم. هلا هون محطوطة كإندور بلانت وهيك، فهيدا السويداد من برا، هو في يكون لأنه البو ما عم بيصرف المي لبرا، سو في درينج خاطئ. واكيد انا كنت بفضل ما يحط اندور الاد، يعني تنحط مثل برا تحت شجره، مع انه مبين انه فيها عليها نور منيح. عليها نور منيح بس مش اناف، يعني هي اذا الدريناج منه مزبوط، يعني ما عم بتصرف المي، وقله رطوبه، يعني بدنا نعملها مثل الجاردينيا، ويمكن التربه تبعه منا اسيد، تكون تربه حمراء وهيك ما بيسوى كمان. سو هالاسويداد هو عده عوامل، دريناج غلط، معقول التربه خاطئه، منا والاساس هو انه انا بقول مره بالشهر لازم يغسلها بمي ما تكون كلسيه، ويحط دائما حديد بالارض، بساعد كثير كمان. حلو. كمان اتصال. الو الو صباح الخير. صباح النور اليك ولضيفك الكريم. تفضل. إيه انا اللي عندي شتله الوة، حرقت ايدي بالزيت. أوف. دهنتها، ما معقول. وانا بدهن ايدي لانه عندي بروبلم بايدي، تعطي ريزلتا يعني كثير روعة. حلو. وبعدين أنا بقصة بالنص وباكل الجل اللي بقلبها، يعني أهم من الديفلاج إذا بديك. برافو. بقى بس بدي أسأل دكتور مارك إنه في غلط إذا أكلناها مثل ما هي اللي بقلبها؟ ايه رح جاوبك. هلا انا ما بعرف اذا عندك الويفر او الوي اربوريسانس، يعني كمان كان بساعدنا لو بنعرف من الشكل فينا نعرف الفرق. يس هلا من الزهره ومن الشكل، الويفر بتكون هيك طالعه طلوع، الاربوريسانس بتكون نازله هيك يعني شمال ويمين. وبتكبر كثير وبتفرش. فاكيد لو بنعرف. هلا الفيرا هي منا محبذ ان تتناولها بالتم. الاربوريسانس ايه في كثير، مثل ما عم بقول رح اقول لك شو بيعملوا. سو في كثير بقصوها بحطوها دايركتلي على السكن للجرح للاكزيما، في حتى ناس بيعملوا خلطات مع الفازلين وبحطوها على الجسم مثل ما حكيت. وفي خلطه مستعمله، هو في خوري من نسيت اذا برازيل او مكسيكو، عامل كتاب خصوصي عن البوفار ميراكيولو تبع الالوي ان جنرال، وبفسر انه هو كان يقص وياخذ الجو من جوا، بيخلطهم مع عسل ومع ويسكي وبيشربهم. ليه مع عسل ويسكي؟ اول شيء الالوي منها كثير طعمتها طيبه، سو العسل هو يخلي طعمتها شوي، والويسكي هو فازو ديلاتاتور، سو بساعدها تفوت على قلب الجسم. هذا اجمالا كيف هو يمتص الجسم. يس كيف بيشرح بالكتاب. هلا انا ما بنصح اكيد شو عم بيعمل الاستاذ، لانه كل شيء بناخذ منه بكثره ودايركتلي مثل ما بياخذ بتصير بالاخر سام. وبعدين بالالوي في بعض
الاشياء يلي بتضر، خاصه مثلا اذا يمكن يكون عنده سكري، يكون عنده شيء، يعني احسن دائما ما ياخذ فرد شغله لفتره كثير طويله، ودائما يستشير حكيمه 100%. افضل ما نقول هيك انه خذوها، اكيد على الجسم ما في شيء بضر، بس لما نتناول نبتة غير شيء. مزبوط، على الجسم هي حتى نبته عندها كثير فوائد، مثل ما عم بيقول يعني مثلا انا خالي فلوريست قد ما بينشكوا ايديهم بحطوا دايركتلي على الالوي، عنده اياها بالمحل بقصوا بحط. نعم. كمان اتصال. الو، اهلا وسهلا. بدي اسال سؤال بليز. انا كان عندي الوي فيرا كبيره، هلا عملت كلها ابيض مع دبق، حتى التراب صار كله دبق ابيض. اوكي، حطيتيها جوا مزبوط؟ لا، كانت على البلكون، مع انه في الوي صغار بس ما صار لهم شيء، بس الكبيره كلها عملت ابيض و اوكي ما كنت عم بخلص من الموضوع. سو هيدي عاده لما نحن يكون عندنا الوي محطوطه جوا او حتى مثلا على بلكون شويه في مع شوب وهيك، بيجي حشره اسمها نمش او من قطنه. وهيدي الحشره كثير صعبه اذا استفحلت نعمل لها تريتمنت، يعني دائما لازم ننتبه على نباتاتنا من هيدي الحشره. حشره مش فطر. لا، هي حشره بتعمل مثل قطن، مشان هيك ما بنشوفها نحن، اسمها سكيلز او كوشني، يعني بتكون وبتعمل هيك مثل قطن حواليها، وبتتكاثر كثير وبتتخبى، فكثير والمشكل الادويه اللي بنرشهم ما بيقدروا يقتلوها بريحه، بدنا نغير كثير ادويه. فاضبط طريقه نشوفها ان دائما نطلع على نباتاتنا قبل ما يستفحل هذا المرض. هلا شو فيها تعمل؟ بالاول فيها تجرب تشيلهم بقطنه مع سبيرتو، فيها ترش صابون. هلا هين على الالوفيرا انه إذا ما كان كثير، يعني إذا كان قوي بتصير صعب. في تعمل برش صابون وترش فيهم، يعني إجمالا الصابون البارد إذا في غار وزيتون بيقدر شوي يقتلها. فيها تجرب حار وثوم ودخان ترش فيهم، بس بالآخر إذا ما مشي الحال شيء من هول بدها تضطر أو تجيب نيم أويل، أو حتى بدها تضطر ترش والدواء بدها تغيره كذا مرة، منه شيء كثير هين لتقتلهم. جرب الأول الأشياء الطبيعية اللي حكيناهم هون، بس ما يكون عندها اكسبكتيشنز. عم بتقول إنه في شتلات صغار بنفس البو؟ إيه أكيد. هلا في مشكلة عليهم هولي؟ هي هيدا المرض بينتقل عليهم بيروح بعدين على شتل تاني. سو مشان هيك واحد لازم يعالج بسرعة. يس. كمان اتصال. الو، سؤال عن الالوفيرا الثاني يلي فيها شوك اكثر. يس. نعم. يلي فيها شوك اكثر الالوفيرا. نعم. كيف استعمالها؟ بنقص الشوك وبنقصها بالنص. يس. وبنشيل هالليكيد من قلبها. مزبوط. هيدا الليكيد بيستعمل لتقوية الشعر؟ 100%. هلا هي منا فيرا، رح ارجع اقول اول وحده حكينا عنها الفيرا، انا ما معي الصور لفرجيكم، هلا ان شاء الله يكون عم نحكي عن زيت النبته. الثاني اسمها الوي اربوريسانس. سو ايه، من قصه بركي شنهار بنجيب من فرجي كيف، بنشيل الشوك، بناخذ الجو من جوا، وبعدين هي بتستعمل بكثير خلطات كوزماتكس، انكلو اكيد الشعر والسكن وكل هالاشياء. فحتى في دراسات انه مثل ما عم بقول، في دراسه بتقول انه في اكثر من 50 ل 60 مره السبستانس المناح اكثر من الالوي فيرا، فهيدا الشغله كمان اللي نعرفها، فبتفيد فيها نستعملها على الشعر. ومثل ما قالت، اهم شيء لما تقصه تشيله ما تقربه على الشوكات، الجو هو اللي بالنص هو اكثر جو بفيد. مارك، رح نقطع سؤال من الاسئله اللي عندك. يلا، بدنا كمان ارسلت قطعنا صوره، هيدي الصوره كثير حبيت انه قطعت لنا اياها، هيدي صوره اوركيد، وفي مدام عم بتخبرنا انه ليه هالاوركيد عم بضلهم يموتوا عندها. هلا انا زومت شوي على الصوره، وهيدا بهيدي الصوره هو كل شيء ما لازم نعمله بالاوركيد اللي عملته. سو اول شغله حطتها بهالقرنه؟ لا، اول شيء انه زرعتهم بتراب. اوكي. ونحن قلنا كذا مره انه الاوركيد ما بيعيش بتراب، بده يعيش بخشب. وهيدي شغله، فهي عم تقتلهم بثلاث اشياء: اوفر ووترنج، يعني زياده مي. نعم. البو اكيد هذا منه مفخوط، ما بتطلع المي لبرا. وبعدين التراب هي بدها تكون بخشب. سو نحن عاملين كثير حلقات عن الاوركيدز، اذا بترجع بتبعث لنا مسج بنبعث لها اياهم تحضرهم. نعم. بس اللي عم بيحضر يعرف انه الاوركيده بنقتلها بالسقاية الغلط بكثره المي، اذا ما طلعت المي لبرا، واكيد مش بتراب نزرع الاوركيده، هي بتعيش على الشجر، هيدا الفالينوبسس مش كل اوركيده، فما فينا نرجع نزرعها بتراب وهيك. رح نكفي بالصور ألسي؟ يلا لنشوف كمان صورة عن هون. عنا شتلة قشطة تينا، وعم بيسألونا ليه القشطة عم بتموت. سو هون مثل أكيد مبين بالصور، لنقول هديك الصورة هي، بس هيدا البان القشطة هو نبتة كثير حساسة على الدرينج الخاطئ بالأرض، يعني هون إذا التربة حمراء وما بتصرف مي
سو المي عم بتجمع؟ عم بتجمع سو بتعمل شيء بنسميها اسفيكسي او اختناق. آه. هلا ما عنا اكثر يعني اننا نعرف، بس كمان مثلا القشطه اذا هي بمطرح معرضه للهواء هي ما بتقدر تتحمل الهواء. في ارتفاع معين بتحبوا القشطه؟ ايه اجمالا قشطه وليتشي ومانجا هولي انا ما بحبس حدا يزرعهم بلبنان فوق ال 200 متر. الافوكا فيها تطلع اكثر. سو ساحل عم نحكي. ساحل، وحتى اذا الساحل مع شويه هواء ما بيمشي الحال بدها تكون بمطرح داري. هلا بعرف انه في ناس رح يقولنا يقولوا انا بلا انا زارع قشطة على 600 متر ايه. وكذا، هيدا بيكون ايكو سيستم كثير هيك مساقب كثير داري دافيه، بس عم نحكي كزراعيا بالاجمال ايه. بالاجمال القشطة دائما مطرح داري من الهواء وكثير مهم المي تروح لبرا. وبعد في شغله لازم نعرفها، القشطة ما بتعطي اذا نحن ما ساعدناها اوقات بالبولينيشن، يعني بدنا نروح نقص زهره الذكر بايدنا، تصور قد ايه صعب. المزارع بايده هو بينقل زهرة الذكر على كل وحدة انثى تتقدر تعمل قشطة. سو كمان حتى لو في كذا شجرة حتى 100% كثير اوقات في عندنا اصناف ما بتزبط البولينيشن غير نحن نساعدها بالايد، مشان هيك في ناس ما بتعطي عندهم كثير. اوكي رح ناخذ اتصال ناطرنا. الو الو الله معك تفضل. بدي اساله مشان اللاكي بامبو. نعم. عم تصفر الجزع تبعها ليه؟ اوكي. لكن بامبو بالتراب ولا بالمي؟ بالمي. بالمي. انا هلا انا وعم بحضر، سو امي عم تحضرنا، بعثت لي صور شتله البن تبعها على البلكون، انا بعثتهم لالسي اذا بتقدر تقطعهم هيك بتشوفوا قد ايش. مش عارفه كيف بدها تعالجها ولا لا، بالعكس تشوفوا قد ايش سربرايزنجلي يعني ايدها ايدها خضراء بطريقه مش طبيعيه يعني. ما في شك. سو امي على البلكون عندها بن وماكاداميا وخبار، شو بدي خبرك؟ حلو. وبيعيشوا عندها وهيك. سو تنجاوب الاستاذ عم بيحكي عن لاكي بامبو عم تصفر مزبوط؟ تينا انت ركزتي اكثر مني على السؤال، كانت إيه لكي بامبو بالمي إيه؟ عم تصفر. يلا سو هيدي في يكون ميته كلسيه كثير، ساعتها هيدي النبته ما عم تقدر تسحب من المي معدن الازوت. سو شو لازم يعمل؟ دائما قد ما بيقدر يغير المي، ما تكون المي كلسيه اذا بيقدر، ولازم كل فتره بقلب هالمي نحط لها نيتروجين او ازوت بقلب المي نذوب تقدر تاخذ هيدي النبته، اذا ما فينا بالمي بنعطيها بالورق. هلا شغله غير هيدي كمان، المي لازم تتغير دائما او نزيد نقطه اوجافيل، بس ما نفكر انه اللاكي بامبو ما لازم تاكل. سو كثير مهم المي ما تكون كلسيه ونحط لها نيتروجين. هيدا الاسفرار فيكون. سو المي على الحل ما بكفي ابدا، لانه بدا الاسفرار هو كلوروز، يعني ما عم تقدر تسحب معدن اذا بدنا نقول الازوت من لانه ما في بقى. سو بتصير تصفر، مشان هيك بنحط حديد ونيتروجين. والمي بتتغير كليا مارك ولا بنزيد؟ هلا اذا فينا نغير المي مره بالشهر، بس نكون عم نطبها مشان هيك بطريقه هيك جنتل ما نكسر الشلوش. أوكي. بكون منيح، لانه اذا صار فيها كثير ورق وكسرنا الشلوش بتعمل شوك. سو بدها تكون بطريقه كثير هيك على رواق لطيفه. يس. رح نشوف صوره سوا. يلا هوني الصوره. هيدا البلكون عند امي وهيدا البن، شفت الفرق؟ اسم الله شو حلوه. ايه فتشوف كيف يعني هيدا شتله بن رائعه، لك الاخضرار تبعها. سو شايفين انه محطوطه على البلكون اولا. سو هي اول شيء زرعتها بالتربه المناسبه اللي هي تورب. والبو كبير كمان. بو كبير، وهي بتبرمها كل فتره بتبرمها لتاخذ الضوء من وين ما كان، كرمال ميله الحياه ما تكون هون، تحضر ابنها على التلي وتتعلم. معك هالصورة. حلوة كثير، وتحياتنا لإلك مدام بيروت، كثير حلوين البلانتس عندك. لازم مارك من وقت لوقت نقطع صور حلوين وناجحين عن جد للبلانتس، حتى نعطي بوس للمشاهدين او للاشخاص اللي بيترددوا انه يهتموا بالبلانتس تبعهم. رانيا هلا عم بتقول انه هي بدها انه نقطع لها صور من عندها اللي بتهتم منيح بالنباتات. لازم ايه بعثي لنا صور. لكن رانيا في كثير اشخاص بعثوا لي هالفتره صور بتعقد عن جنينتهم. هلا هيدي صوره حلوه عم شوفها. ما بعرف فهم لوين هيدي، شو قصتها ألسي؟ اوكي هيدا انا بعتها، رح خبرك بس. انا بعثت لها لالسي صوره هي مع ثلاثه، هن شوي تعبانين هيدا. ما مبينه لكن بهي الصوره بعتت لنا كثير حلوه. مش هلا المشهد ورا البلانت حلو كثير. سو هيدي اريكا، والبالمز عاده اذا منتبه هون محطوط المطرح ايديال لها يلي هو نور كثير قوي. بس لما يكون في ازاز ومسكر مثل هون عم نشوف بتصير تتعب، بصير في عندك اوراق صفر، يعني من برا مخضره كثير بس هون صفر. سو ورا الازاز ما بيكفي معك. ليه؟ لانه مش
قصه ما بيكفي منيح، بس بدنا نتذكر نفتح للهواء كرمال الهواء. اوكي كثير مهم للبانز نفتح كنور للهواء. نور بعقد. فهلا ليش هالاركه عم تصفر هون؟ مثل ما حكينا زيت شيل البامبو، سو لازم على القليله مره كل شي شهرين نحط حديد بالتربه ومعدن الازوت. سو هيدا بصير بسبب مي كلسيه وبسبب كثره المي، لازم نعرف كمان نصير نسقيهم شوي اقل. بس اتس نورمال للاريكا بالم يعملوا كوب مرقه تيبس ونضل نقصقص منها بالسنه. أوكي. ما في مشكل. كمان اتصال. الو اهلا، تحيه لك ولزميلك. شكرا، تفضل. شو سؤالك؟ معك حسن عبد الهادي. انا بدي اساله عن مرض عم بصيب الصبار في لبنان. اوكي. ابيض حشرات بيض مزبوط، واذا بتحركوا بصير مثل الدم احمر. يس يس، رح جاوبك على السريع عن الموضوع. سو الصبار هي شو موجه هلا مارك؟ هيدي موجه عالميه. اعطيني هلا بعد شوي بدي اصلح معلومه عن امي لانه تنرجع نقدر اليوم نروح على البيت هيك. الفكره هي انه الصبار هو اسمه اوبونسيا، بيجي عليهم كوشني نمش ابيض. وهيدا النمش الابيض هلا نحن بلبنان بنعتبره مرض، برا بيربوه قصد لانه لما تكسريها بينزل لون احمر. اسمه لروش كارما، يلي هو بيصبغوا فيه التياب وموجود كثير بالاكل، سو هو بنبشوا كثير عليه بالاكل مش قليل. فهيدا مرض اكيد. هلا اللي عنده صبار هو بده ياكل منهم بيعتبرها مرض كثير قوي. اللي حكيته قبل عن الكوشني على الالوفيرا هو زيته. سو هيدا مرض بدنا نعالجه كثير كذا مره وما نخليه نستفحل، وبدنا نغير الادويه. سو اذا بده يبعث لنا على فيسبوك ببعث له اسامي الادويه اللي بتستعمل. اكيد هو اذا نحن زرعينا تناكل صبار وهيك بضعفها كثير للنبته وبيستفحل كثير، ولازم نعالجه ما نخليهم يكتروا بلبنان. في هجمه كثير كبيره من هذا المرض على الصبار. فشو التصليح تبعك؟ التصليح انه امي كانت عم بتقول انه انا قلت انه بي زرع على هيدا النبته، فهي زرعتها مش هو، فانا بس كان قصدي بالمشتل هو، بس انه هي زرعتها عم صححناها لايف. بدنا نعطيها كريدت. يس، هي غلطة. بعد عنا كثير أسئلة، وبعرف إنه في كثير أشخاص جربوا كمان يتصلوا فينا. إذا بيقدروا هلا إذا ما لحقنا يبعثوا لنا الأسئلة على فيسبوك بيج أو انستا عندي أو ام تي في ألايف ونجاوبهم دغري اليوم. ومع الصور أهم شيء، بعثوا صور هيك أول شيء بنشوف الصور سوا على الهواء وبنقدر نجاوبكم بدقة أكثر. ثانك يو مارك، رح ناخذ وقفة ومكملين على لايف.